مدينة ألعاب كيدزانيا في إسطنبول واحدة من سلسلة بلدات ومدن كيدزانيا المصغرة للألعاب المنتشرة في كل أنحاء العالم. تقع في منطقة إسكودار في القسم الآسيوي في إسطنبول على مساحة تصل نحو 8000 متر مربع. ومن أهم أهداف مدن كيدزانيا هو تطوير المهارات الحركية والبدنية والاجتماعية للأطفال ضمن جو ترفيهي يضم 65 منطقة نشاط مختلفة. وتناسب مدينة ألعاب كيدزانيا إسطنبول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 سنة، والمهتمون بتجربة أكثر من 100 مهنة ووظيفة يمكنهم الاختيار فيما بينها بحسب رغباتهم، وممارسة بعض مهن الكبار كالعمل ضمن كادر طبي أو مع رجال الأطفاء أو الشرطة. كما يمكن للأطفال القيام بصنع أشياء يدوية بأيديهم كالوجبات اللذيذة ومشاركة الآباء معهم. وتضم المدينة عدد من القاعات لممارسة الرياضات المختلفة، نتحدث عن كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الأنشطة البدنية. ولا تنسى المدينة الاهتمام بالأطفال الصغار في السن، فستجد هناك مكتبة صغيرة تضم عدد كبير من كتب الأطفال الملونة والمميزة وبعض من القصص المصورة أيضا. كما يمكن لمحبي الرسم من الأطفال ممارسة هواياتهم بتلوين الزجاج، وتبقي إدارة المكان على اللوحات لتعرض لمدة عدة أيام أمام الزوار. ننصحكم بزيارة هذه المدينة المميزة التي تسحر عقول الأطفال وقلوبهم. ولا تنسوا التقاط الصور لأطفالكم أثناء ممارستهم مهن الكبار التي يفضلونها لكي تبقى ضمن أرشيف صورهم ومذكراتهم.